صدرت مناظرة تطرح السؤال، زعم المنظومة التعليمية في تونس فشلت. ماهيش فشلة لأنه عندنا مكسب اسمه التعليم المجاني اللي مضمون بالدستور، وإنه عندنا جملة من القوانين اللي تدافع عليه باش تمنع الجريمة اللي كانت تحدث عليها سيناجي، وباش تمنع التلامذة من الانقطاع المبكر على التعليم كما ذكر سليم. الشبح اللي يهدد كل العائلات التونسية، نحكيه على آفة تهدد كل العائلات التونسية، نحكيه على الانقطاع المبكر عن الدراسة، 109,000 تلميذ انقطع عن الدراسة خلال السنة الفارطة حسب تصريح السيد الوزير السابق السيد فتحي السلاوتي. لهنا كما قلت عندنا دونك مراكز خاصة لأطفال توحد، وأبار هذا قاعدين ندمجوا فيهم في المدارس العمومية مع زملائهم. ولكن 6,000 طفل توحد اليوم موجود في تونس مقابل مركز واحد، هذا غير عادل. ما تشوفش انه المنظومة القانونية التونسية اليوم تحمي التلميذ من الانقطاع المبكر عن التعليم؟ هوني تحكي على مدرسة الفرصة الثانية اللي هي كما قلت لك رأي من الإمكانيات ماهيش كاملة وماهيش مدفعلة باش تخليها تنجح.